بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخطبة من إلقاء الأستاذ بن عيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بمدينة وجد. إن الحمد لله تعالى، أحمده حمدا كثيرا، وأستعينه وأستغفره، وأتوب إليه من شرور النفس وسيء الأعمال. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكر في كتابه العزيز أن الإيمان بالله بإخلاص يحقق الأمن والهداية للإنسان، فقال جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معشر المؤمنين، كان بعض العلماء يقول: إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره. إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره. والقصد بهذا الكلام البليغ هو أن كل ما يصدر من أقوال وأفعال أي إنسان مرجعه باطن الإنسان، نيته، قلبه، عقله، روحه، نفسه، ولا فرق في هذا بين كل الناس. فلا يتكلم أو يتصرف الناس بغير نية وقصد إلا الحمقى أو المجانين أو السفهاء، وهؤلاء لهم أحكامهم الخاصة. وحين يتعلق الأمر بالمسلمين، فلا شك أن كل أقوالهم وأفعالهم خاضعة لإيمانهم المغروس في داخله. فكلما كان إيمان المسلم سليما خالصا، كلما صدرت عنه أقوال وأفعال صالحة حسنة موافقة لإرادة الله، وكلما صدرت عن الإنسان أقوال وأفعال سيئة فذلك من علامات سوء إيمانه. فالإيمان بالنسبة للمسلم هو القوة الداخلية المحركة لكل ما يجري خارج كيان الإنسان المسلم. الإيمان الصادق والخالص والسليم هو عماد حياة الإنسان المسلم، وهو مصدر ومنبع الطمأنينة النفسية والسعادة الدنيوية كاملة. والإيمان الحق غير الممزوج بالنفاق أو الرياء هو الذي يطهر ويهذب حياة الناس، كما أنه يحرر صاحبه من عبادة غير الله أو عبادة المخلوقات الأخرى. إن الإيمان الحق هو الذي يربي صاحبه على الخوف من الله بدل الخوف من الدنيا ومفاتنها، كما يربيها على تذوق حلاوة إرادة الله بدل تذوق سعادة الدنيا كما يمليها عليه الشيطان. قد يتضح هذا مثلا حين نجد الله جل جلاله يربط في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم بين الإيمان والعمل، إشارة منه سبحانه إلى أن العمل دينيا كان أم دنيويا يجب أن يكون مرآة وثمرة لإيمان صاحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. فخير البريئة وخير خلق الله من البشر
هم الذين يعملون في دنياهم وفق إيمانهم الباطني الداخلي، يعملون ويتصرفون سواء في أمور دينهم أو دنياهم وفق ما يرضي الله ورسوله، بعيدا عن النفاق والرياء والخيانة والحسد والبغض والتزوير والرشوة والظلم وما إلى ذلك من المفاسد. ويقول تعالى في نص آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالأجر المخصص من الله سبحانه رهين بحسن العمل وإتقانه. وفي هذا الخطاب الرباني إشارة إلى أن الإيمان ليس مجرد قول بالكلام واللسان، بل هو قول وعمل. وإن القرآن الكريم يفضح الناطقين بألسنتهم بالإيمان دون العمل الموافق لذلك، فقال جل جلاله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كما نجده سبحانه وتعالى يفضح أناسا من نوع آخر، أناس يتظاهرون بأعمال صالحة وقلوبهم فارغة من الإيمان والإخلاص. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الخطاب الرباني لا يصح أو لا تصح نسبته لفئة من المسلمين دون غيرهم، فقد يوجد في واقعنا من أهل الثقافات والمعارف والعلوم والمسؤوليات من هذا طبعه وهذا هو إيمانه وهذه هي صلته بالله وهذا هو مستواه في دنياه. أذكر هذا والله جل جلاله قد ذكره في كتابه العزيز ليبين لنا أن الإيمان ليس مجرد معارف واطلاع بحقائقه. فما أكثر الذين عرفوا حقائق الإيمان والإسلام ولم يؤمنوا حقا، والنتيجة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. من هذا يتضح عباد الله أن الإيمان في جوهره شيء نفسي باطني يحيط بنفس وقلب وروح وعقل المسلم، فيجعله خاضعا مطيعا لأمر الله تعالى دون شك أو تردد. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. معشر المؤمنين، إن من آثار الإيمان على نفس الإنسان أن تعيش نفسه في نور خاص يهديها الطريق السوي، وإذا دخل هذا النور القلب انفسح وانشرح. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الحامدين الشاكرين كما ينبغي لجلالك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ونعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا
أو نكون بك مغرورين ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء ونعوذ بك من زوال النعمة وفجاءة النقمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.